الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، واقض حوائجنا وحوائج السائلين، وانصر أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم على أنفسهم وعلى أعدائهم. أما بعد، نكمل قراءة الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم مع بعض أعلام التصوف الذين ذكرهم الإمام في رسالته، وهو أبو محمد سهل بن عبد الله التستري. الفاتحة لروحه، ربنا ينفعنا به في الدارين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا سهل بن عبد الله التستري أحد أئمة القوم، لم يكن له في وقته نظير في المعاملات والورع. والورع زي ما قلنا هو البعد عن الشبهات، البعد عن الشبهات أو تعاطي ما تحقق حله، ده الورع. أما الزهد فهو أعلى شوي، الزهد هو ترك جزء من المباح، يعني الإنسان يزهد حتى في المباح، لدرجة زي ما قرأنا عن سير بعض القوم كانوا إذا أكلوا يفت له الطعام فتا، لأن المضغ يأخذ جزء من وقته، وهو مش عايز يضيع وقته حتى في إنه يمضغ طعامه، عايز يلحق ياكله، لأنه بيسألوه بيقولوا له ليه كده؟ قال: لأن الفرق بين أن آكل وأن آكل طعام سهل البلع مقدار 50 آية، هو مش عايز يضيع وقت يقرأ فيه 50 آية. مش زينا احنا نقعد بقى ايه نوضب للاكل طول النهار، ولما ناكل ناكل بالساعات وشغلانه بقى، وبعدين نقعد نهضم، وبعد ما نهضم نجوع تاني. لا، هم كان عندهم حال تاني، بيبقى حاسس بالوقت اكتر، احساسه بالوقت غالب عليه، وبالنسبه له الوقت هو عمره، هو نفسه. لان فعلا كده الوقت هو ده عمرك، هو نفسك، لان انت عباره عن فتره زمنيه معينه هتعيشها في الدنيا، وبعد كده انقضى. فإذا انقضى بعض الوقت فانقضى بعضك. كان سيدنا سهل بن عبد الله التستري من تستر مدينة، نسبة إلى مدينته. كان صاحب كرامات، لقي ذنون المصري بمكة سنة خروجه إلى الحج. يقول: في الهامش حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وكان يسأل عن دقائق الزهد والورع وفقه العبارة وهو ابن 10 فيحسن الإجابة، وهو ابن 10 سنين. فقه العبارة، العبارة اللي هي إشارات القوم وما يحدث لهم من أحوال وترقيات في أثناء سلوكهم إلى الله عز وجل، اللي هي الأحاسيس والمواجيد التي يجدها الإنسان في قلبه حال توجهه إلى رب. الأحاسيس والمواجيد دي خارج اللغة، خارج نطاق اللغة، هم بيحاولوا يعبروا، عشان كده قال لك يحسن العبارة، لأن في من لا يحسن العبارة، يبقى عايش الحال ومش عارف يعبر عنه، واخد بالك؟ يعني اللغة لا تحتمل، يا إما هو يعني مش عارف يعبر، مش عارف يعبر، لأن مفيش ألفاظ معقولة، مش شرط، ما عندهوش، ما هي دي برضه عايزة لباقة، وعايزة، مش كل واحد بيعرف يعبر عما في نفسه. يعني ممكن تبقى انت شاعر بشيء وانت بتحسن اللغه وكل حاجه، بس ما تعرفش تعبر عما في نفسك. لكن مثلا لما يبقى واحد شاعر يعبر عما في انفسنا نحن مش نفسه، في بيت شعر كده، وتلاقي نفسك الناس كلها تفرح بيه. ليه؟ لانه عرف يقول اللي احنا حاسين بيه، بس مش عارفين نقول الكلام ده. عشان كده تفرح الناس بالشاعر لما يقول حاجه الناس تبقى عايشاها وحاسه بيها، لكن مش عارفه تعبر. مش كل واحد بيبقى عنده هذا، دي بتبقى موهبه، مواهب يعني. هل في كتب في العبارات؟ هو كلام المتصوفة معظمه كله إشارات وعبارات، معظمه يعني طائف الإشارات. أيوة فيه،
لكن في بعض العبارات بتبقى مهمة مش كل واحد يقدر يفهمها، زي عبارات ابن عربي في الفتوحات مهمة إهام شديد لدرجة لا ننصح بقراءتها خالص، وإذا كان لابد يبقى على شيخ علشان يوقفك عليه، لأنك أنت لو لم تقرأها هتفضل تحسن الظن بالشيخ، لو قرأتها قد تسيء الظن بالشيخ، لأنه هو لا يقصد المعنى الغلط اللي أنت فهمته من عبارته، هو يقصد المعنى الصحيح اللي أنت مش عارف تأوله، لأنه الموضوع أصله شائك. ومن قوله ما أعطي أحد شيئا أفضل من علم يستزيد به افتقارا إلى الله، وقال ما عبد الله بشيء أفضل من مخالفة الهوى، وقال حياة القلب الذي يموت بذكر الحي الذي لا يموت، وقال كل عالم خاب في الدنيا فلا تصغي لكلامه بل يتهم فيما يقول، لأن كل إنسان يدفع ما لا يوافق محبوبه، لأن الدنيا لا توافق الله، فإن كنت بتوافق الله فكيف تستغرق في الدنيا وتشبع منها، زي ما قالوا في بعض التفاسير، لأن في إشارات برضو في التفاسير القرآنية في لهم إشارات، قالوا إن الدنيا هي نهر طالوت أو هي عصا موسى، فإذا علمت أن الدنيا حية فخذها ولا تخف، لأنها ممكن تقرصك تعض قلبك، وإذا علمت أن الدنيا هي كالنهر فاغترف منها غرفة فقط بيدي. فمن شرب منه فليس مني، يعني اللي يشرب منها يستزيد ليس من القوم الناجين، لكن ولا بد يبقى اغترف غرفة بيدي. فقالوا ان نهر طالوت ده رمز للدنيا، واخد بالك، فلا تأخذ منها الا بقدر ما تحتاج. وكان ليه كلام كتير لدرجة بيتقال ساعات على المنابر زمان واحنا كنا اطفال نسمعه ونظن انه حديث نبوي من شدة جماله، وكثير من الخطباء بيفتكروه انه هو حديث نبوي وليس بحديث نبوي من شدة جماله كلام، يعني كلامه من كتر تحققه بالوراثة المحمدية كان تبقى عليه كده انوار النبوة، لدرجة كانت تخيل على كثير من الوعاظ يظنونها حديث نبوي من شدة جماله، زي مثلا يقول الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، أو ده كلام سيدنا سهل بن عبد الله التستري، الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا وإذا انتبهوا ندموا، وهو جابها من الآية فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، من الحدة، والحدة تدل على الانتباه. وبرضو لي كلام عبارة أخرى كنا نسمعها ونظنها أنها حديث وهي ليست بحديث ومن كلامه، كان يقول كل الناس هلك إلا العالمون، وكل العالمون هلك إلا العاملون، وكل العاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. ده كل ده من كلامه رضي الله عنه، وهو يدل على أنه كان يغترف من بحر عالي ومن فتح كبير رضي الله عنه ونفعنا به. وقال سهم توفي كما قيل سنة 83 و200، وقيل 73 و200، وقال سهل كنت ابني 3 سنين، اظن في العراق، كنت، شوفوا هو ابني 3 سنين من اهل جذب، هو يغلب عليه الجذب مش السلوك، ثم بعد ذلك سلك، يعني هو بدايته جذب ثم ايه انتهى بعد ذلك للسلوك، وابني 3 سنين، احنا 3 سنين حد فينا يفتكر هو عنده 3 سنين كان ايه، يعني نادر لما حد فينا يفتكر، لكن هو فاكر اهو، شوف ابن 3 سنين، ده دليل انه كان من اهل الجذب منذ الصغر. كنت ابن 3 سنين وكنت اقوم بالليل انظر الى صلاة خالي محمد بن صوار، خال والي كبير سيدنا محمد بن صوار، كان هو ابن 3 سنين يقوم كده يقلق يلاقي خاله بيصلي فيقعد يبص له معجب بفعله، وكان يقوم بالليل، فربما كان يقول لي يا سهل اذهب فنم فقد شغلت قلبي، يعني مش عارف اصلي بالليل منك. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول، سمعت أبا الفتح يوسف بن عمر الزاهد يقول، سمعت عبد الله بن عبد الحميد يقول،
سمعت عبيد الله بن لؤلؤ يقول سمعت عمر بن واصل البصري يحكي عن سهل بن عبد الله قال قال لي خالي يوما ألا تذكر الله الذي خلقك؟ كان هو طفل لسه صغير. فقلت كيف أذكره؟ فقال لي قل بقلبك عند تقلبك في ثيابك 3 مرات من غير أن تحرك به لسانك. أو بيلقنه لسه الورد، هو لسه طفل صغير اللي يقربه إلى ربه. وده الذكر القلبي أوقع من الذكر اللساني بدون القلب، والأعلى أن يكون القلب مع اللسان في آن واحد، لكن لو خيرت فذكر القلب أولى من ذكر اللسان، لكن الذكر باللسان مع غفلة القلب أفضل من الغفلة مطلق، واخد بالك؟ فبيقول له تقول إيه بقى؟ بقلبك دون أن تحرك به لسانك، الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي. فقلت ذلك 3 ليال ثم أعلمته، فقال لي قل في كل ليلة 7 مرات. فقلت ذلك ثم أعلمته، فقال قل في كل ليلة 11 مرة. فقلت ذلك فوقع في قلبي له حلاوة. فلما كان بعد سنة قال لي خالي احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر، فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. فلم أزل على ذلك سنين، فوجدت لها حلاوة في سري. والسر عند القوم ليه معنى غير المعنى اللي احنا اللي هو عدم الإعلان، يعني السر عند غير الصوفية في كلامه عدم الإعلان، لكن السر عندهم هو حال صفاء الروح من كل الكدورات حتى تصير بعد ذلك سرا كما كانت من الأصل. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب، يعني سر. فالروح أصلها سر، وعلشان كده يعني يقولوا إن الله سبحانه وتعالى تعبدنا، لأن الإنسان عبارة عن نفس وقلب وروح وسر. ده الإنسان كده على بعض، نفس وقلب وروح وسر. تعبد النفس بالإسلام، وتعبد القلب بالإيمان، وتعبد الروح بالمراقبة، وتعبد السر بالمشاهدة. يبقى الروح والسر متعبدان بمقام الإحسان، والإحسان بين المراقبة والمشاهدة. المراقبة حال الروح، والمشاهدة حال السر. والإيمان ده عبادة القلب، والإسلام عبادة النفس. يبقى هو ده الدين كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، لما جاء سيدنا جبريل وسأله قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يبقى الدين هو كده. أو قل أن الإسلام هو الشريعة، والإيمان هو الطريقة، والإحسان هو الحقيقة. أو قل الإسلام أن تعبده، والطريقة أن تقصده، والحقيقة أن تشهده. يبقى هو حس بهذا المعنى لما ابتدى يواظب على هذه المعاني اللي هو الله معي، الله قادر علي، الله ناظر إلي، وكررها كثيرا بقلبي حتى صار الله لا يغفل عنه لحظة. فبيقول ايه يعني وجد لها حلاوة في سره، اللي هو سره معناه يعني حصل نوع من الانجلاء اللي هو ارتقى من بعد المراقبة، لانه الله معي، الله قادر علي، الله ناظر الي، مراقبة. فثمرتها المشاهد. فهو لما استمر عليها سنوات حصل نوع من الانجلاء، فظهرت التجليات اللي هي المشاهدة، علشان كده عبر عنها بالسر ولم يعبر عنها بالروح. فلم أزل على ذلك سنين، فوجدت لها حلاوة في سري. ثم قال لي خالي يوما يا سهل، من كان الله معه وهو ناظر إليه وشاهده أيعصيه؟ إياك والمعصية. فكنت أخلو، فكان يخلو بقى إيه مع ربه كده، يحب يقعد في الخلوة وهو لسه طفل عنده 7 سنين 6 سنوات، يحب يخلو لوحده كده مش يلعب مع الصبيان، يبقى ده من أهل الجذب بقى، ده مش إنسان معتاد. عشان كده احنا نقول ان في جذب حضرة وفي جذب سلوك، فهو كان مجذوب حضرة اولا،
ثم جذبه الله الى السلوك بعده. فده كان مجذوب جذب حضره، حضره الله، وان الى ربك المنتهى. فكنت اخلو فبعثوني الى الكتاب عشان يحفظ القران بقى، وابن سبع سنين قالوا يبعثوا الكتاب يحفظ زي ما كانوا بيعملوا مع كل الاطفال. فقلت اني لاخشى ان يتفرق علي هم، هقعد انا في الكتاب طول النهار والعيال حواليا وبتاع، يعني هحس ان انا هيتفرق همي في الذكر والحضور مع الله، فحس ان هو هيستوحش، لان اهل الحضره يستوحشوا من الخلق، اهل الذكر بالحضره اللي في الحضره دول يستوحشوا من الجلوس مع الخلق، وتجدهم يعيشوا في البراري كده. زي مثلا سيدنا عمر بن الفارض كان يغلب عليه هذا، وكان يقضي يعني وقته كله في صحراء المقطم، مكان ما دفن. على فكرة المولد بتاعه كان أول امبارح. أنتوا بتروحوا الموالد، أنتوا مبتدعين. المهم يعني أنه كان يغلب عليه إيه الاستيحاش من الخلق، وكان يحب يقعد كده زي سيدنا إبراهيم بن أدهم، كان برضو كده يقعد بالشهور في الصحراء لوحده، يعني يأنس يمكن بالحيوانات ولا يأنس بالخلق بالبني آدمين. وكان يقولوا على الخلق اعتبر ان الخلق نار، خذ منها ما ينفعك واحرص الا تلسعك. واخد بالك؟ كانوا يعتبروا كده، يعني زي النار الخلق دول. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصير. ما هي كده، ما انت بتختبر بالناس، فالناس انت مع الناس، انت بتختبرهم وهم بيختبروك، عارف، قاعدين تخبطوا ببعض علشان تكملوا بعض، فيجي لك جهول يجهل عليك علشان يبين لك عيبك انك انت ما عندكش حلم. يبقى هو جاي الجهول ده جايب لك رساله من الله كده بيقول لك احلم، لازم يكون عندك حلم وصبر على الناس. وجاي يشتمك مش عشان يشتمك ويأذيك، لا، ده علشان يعرفك انك انت ما بتصبرش على إيذاء الخلق. واخد بالك؟ يبقى جاي لك بيأدي مهمه، زي بالظبط اللي بيعمل تمثال كده من صخرة وقاعد يضرب عليها أحيانا ويملس عليها أحيانا ويطبطب عليها أحيانا لحد ما يطلع يبقى تمثال جميل شكله غريب. وكذلك أنت كده مليان تشوهات وبروزات ونتوءات وحفر وكل حاجة في نفسك، يقوم ربك سبحانه وتعالى يجعل معاول الخلق تظل على هذه الصخرة اللي هي نفسك الغير المشوهة حتى تصير في كمال صورتها الحقيقية التي يريدها الله سبحانه وتعالى. يبقى الخلق برضو فيهم يعني فائدة ما، لكن أحيانا يكون مع هذه الفائدة ضرر برضو. عشان كده كانوا يعتبروا أن الخلق زي النار ما تقدرش تستغنى عنها، وفي نفس الوقت ما تقدرش تحط إيدك فيها. واخد بالك؟ يبقى بتقرب للنار إمتى؟ وقت ما تكون محتاجها بس. خلصت النار مش محتاجها بتطفيها، ولا بتفضل قاعد جنبها؟ ما تقدرش قاعد جنبها. وعلشان كده من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس، لتضيع وقتك وعمرك. فهو نفس الحاجة، شوف رايح الكتاب وهيسمع قرآن حس انه همه هيتفرق، شوف قد ايه في بعد كده حال. وبعدين خد بالك ان برضه ساعات ان الانسان في مرحلة بدءه مع الله اما يجمع همه في ذكر واحد قصير المقاطع بيثمر في قلبه عن انه ينتقل في ذكر طويل المقطع، يقوم يتقلب وهو مش متحمل التقلب. شوف انت الطفل الصغير ركبه عربية كده ومشيه بسرعة 100 كيلو في الساعة يفزع، خدت بالك؟ انما حطه في عربية كده وجره بايدك كده تمشي بالراحة يبقى سعيد وقاعد يتفرج على الناس ويلعبها وفرحان قوي، مش ده اللي بيحصل؟ فالإنسان في بداية سيره إلى الله بيكون كالطفل مش عايز سرعة التقلب في الأنوار، ما يتحملهاش. فلما يجي يقرأ آية ورا آية ورا آية تتتابع عليه الأنوار فيختلط عليها ما يعرفش يوصل. لكن لما تيجي تقول له قول سبحان الله أو قول الله 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 أو قول الحمد لله أو صلي على النبي بس صلى الله عليه وسلم بصلاة قصيرة أو قول أستغفر الله، تحس إنه همه يتجمع. مش معنى كده ان ده افضل من القرآن، لا، لكن هو افضل من القرآن في حقك في فترة معينة.
وعلشان كده في ناس ساعات بيقروا في بعض كتب الصوفيه ان يقول ان الصيغه دي افضل من تلاوه مش عارف سوره من القران بكام، يقوم يقول شوف المخرفين. لا، هو بيتكلم للمبتدئ، للمبتدئ حتى يجمع همه على ذكر واحد لحد ما يرتاد ويعتاد الانوار، بعد كده ساعتها يقدر ايه يقرا القران كله. بعضهم ختموا اربع مرات من المغرب والعشاء، القران كله اربع مرات يختموا من المغرب والعشاء. وذكر الامام النووي مثل هذا عن بعض الصالحين، انه كانوا يختموه في النهار ويختموا مره في الليل ويختموا مره في النهار، ويختموا في ساعه ويختموا في ساعتين. وسيدنا عثمان بن عفان ختموا في ركعه وتر. كل دي بعد التدرج والتربيه. وعشان كده هو لما كان هيروح الكتاب حس ان همه هيتفرق ليه، لانه كان لسه بقى يعني ايه عايز يجمع همه على ذكر واحد. سيدنا بلال في بدايته جمع همه على ذكر واحد واقره النبي، احد 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 احد، لحد ما اجتمع همه كله على هذا، حتى انه كان يغيب في الذكر فلا يشعر بالعذاب اللي كانوا بيعذبوه له. كان يبقى ظهره بيسيل دم وهو بيقول احد احد، كانه متدنج غائب في الذكر، واخد بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش لا اقول جمله مفيده زي الجماعه اياهم، يقول لك لا تقولش الله اقول جمله مفيده، طب الله ده هو ده كل الجمل، واخد بالك؟ الله دي لوحدها كده قامت عليها كل العوالم، واخد بالك ازاي؟ قول لهم بيعترضوا على الذكر المفرد لانهم مش واخدين بالهم. واول من ذكر ذكر مفرد ورد عندنا في الصحابه كان سيدنا بلال واقره النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ قل الله. ايوه. ما هو بيقول لك انظر للسياق، ده مش معناه الذكر، ده معناه الاجابه على السؤال السابق، يعني الجماعه يعني. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول لا تقام الساعه ويقال الله 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 هكذا بالتكرار. واخد بالك ازاي؟ فواضحه يعني ما فيهاش مشكله. ها؟ وهو برضه هو ما اصل الله دي اسم غريب وفيه اسرار. قالوا انه يدل على الله بجميع حروفه، ولو خدت منه كل حرف يظل يدل على الله. فلو شلت الالف بقى لله، شلت اللام الاولانيه بقى له، شلت اللام الثانيه بقى هو. حتى لو حرف واحد تبقى هو. فهو كله يدل على كله. هو ده عجيبه فيه، لدرجه بعض العلماء اعتبروه هو الاسم الاعظم. ولم يتسمى باحد. وبعدين متفق عليه في جميع الكفار والامم المؤمنهم وكافرهم ان الله ده علم على الذات خالق الاكوان في جميع اللغات، وملوش ترجمه. تروح اي بلد كده قول الله، الكل يفهم انت عايز تقول ايه، واخد بالك؟ فهو لدرجه بعض العلماء اعتبروا ان الله من يعني هو الاسم الاعظم. هو كل اسماء الله اسم اعظم اذا سالت الله بالاضطرار. اما يجيب المضطر اذا دعاه. فالذي يحدد الاسم الاعظم هو حالك، حالك مع الله. فاذا استشعرت الاضطرار استجاب سبحانه. وعشان كده اختلفوا خلاف كبير في تحديد الاسم الاعظم، لكن كل ما ورد هو اسم اعظم، والعباره تختلف وتتفاوت، واخد بالك ازاي؟ لكن الحال واحد وهو الاضطرار، فكل من سال الله مضطرا اجابه سبحانه وتعالى. فبيقول اني لاخشى ان يتفرق علي همي، روح الكتاب احفظ قران يقول لهم يتفرق علي همي، لانه حاله بقى مختلف. هو عايز يجمع همه في ذكر مفرد واحد يتحمله. ولكن شارته المعلم، قالوا للمعلم اني اذهب اليه ساعه، قالوا طب خلاص روح ساعه بس، ساعه وتنى الجاي، ما تقعدش زي بقيه العيال ست سبع ساعات كل يوم في الكتاب. واتفقوا مع المعلم، قالوا له الجدع ده اصله مش زي كل العيال، خد بالك ده حاجه ثانيه، ده هيجي لك ساعه واحده وتمشي. فأتعلم ثم أرجع، فمضيت إلى الكتاب وحفظت القرآن وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين. وكنت أصوم الدهر، وقوتي خبز الشعير، يعني كان بيصوم وقوتي خبز الشعير. يعني كان يصوم الدهر يعني باستمرار ما عدا الأيام المنهي عنها شرعًا، اللي هو يوم العيدين
وايام التشريق مش كده برضو؟ نعم. يومي العيدين وايام التشريق دول ما بيتفهموش. وقوتي خبز الشعير، ما ياكلش الا شعير بس، ده اكيد هيجي له بقى ايه الدكاتره بقى يقولوا لك بقى هيجي له بقى ايه نقص مش عارف في ايه ونقص في ايه ونقص في ايه، تخاريف الدكاتره. لكن الحقيقه ان الله سبحانه وتعالى اذا كانت الروح في كمال القوت، وقوت الروح هو الذكر، انعكس ذلك صحه على البدن. يعني حتى ولو قل الطعام، لان اصل والبدن كلما قوي ضعفت الروح، وكلما قويت الروح يضعف البدن دون مرض، يضعف البدن في صورة الشهوة والهوى، يقهر شهوة وهوى بقوة الروح، وقوة الروح بالذكر. فكانك من ذاكر يقول وكنت أصوم الدهر وقوتي خبز الشعير إلى أن بلغت 12 سنة. الله ده كان حلو، ده شغلانة، ده بدأ من حيث انتهى الناس. فوقعت لي مسألة، حصل له حال كده في قلبه مش عارف يجاوب عنه، في حال ترقيه، حس انه هو يعني الله سبحانه وتعالى استولى على كل مشاعره، فلا ينام ولا يقوم الا على ذكر الله، حتى لدرجة بقى بيقول بفكر فيك وانا ناسي. واخد بالك؟ فبقى حتى وهو غافل يجد نفسه ذاكر، فحاجة غريبة دي. فسأل القوم اللي حواليه العلماء المربين في الحال اللي جاله ده، اللي هي مسألة سجود القلب، يعني قلبه بقى ساجد خالص، وانت عارف ان القلب سمي قلب لتقلبه، فكل العلماء المربين في عصره كانوا بيتقلبوا في احوال بين القبض والبسط، بين الرضا والشكر، بين الصبر والمحبة، بيتقلبوا في أحوال ومقامات، لكن هو بقى في مقام واحد، في حال واحد كده مش عايز، مش عارف قلبه ده مش عارف يتقلب تاني، سجد سجدة مش عارف يرفعها. أيوة. فكان أول من يشعر بهذا في 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 بغداد. فوقعت لي مسألة وأنا ابن 13 سنة، فسألت أهلي أن يبعثوني إلى البصرة أسأل عنه. سأل اللي حواليه ما لقاش حد بيجاوب. قال طب اروح البصره فيها ناس علماء كبار، اما اروح اسالهم ايه اللي انا فيه ده؟ هو ده مرض ولا انا كده غلط ولا ايه بالظبط؟ فجئت البصره وسالت علماءها فلم يشفي احد منهم عني شيئا. بقوا يسالهم في حاجه، ده دليل ان هم ما يجاوبوش الا في مواجدهم اللي عايشين، مش يقولوا اي كلام كده طق حنك، لا، لما جالهم سؤال هم ما عاشوهوش فما بقوش عارفين يقولوا له كلام يشفيه. فخرجت الى عبدان مدينه الى رجل يعرف بابي حبيب حمزه بن عبد الله العبداني، فسالته عنها فاجابني. ساله عن سجود القلب، قال له متى يرفع؟ قال اذا سجد القلب فلا يرفع. فعرف بقى ان هو في مقام حال سجود القلب، والشيخ شخصه له، فلما الشيخ شخصه له استراح عنده وعاش يخدمه ويتعلم منه. وأقمت عنده مدة أنتفع بكلامه وأتأدب بآدابه، ثم رجعت إلى تستر، فجعلت قوتي اقتصارا على أن يشترى لي بدرهم من الشعير الفرق أو الفرق، الفرق ده كيل مكيال كده، فيطحن ويخبز لي، فأفطر عند السحر كل ليلة على أوقية واحدة بحتا بغير ملح ولا إدام، يعني يطحن ويتخبز ولا يحط عليه ملح ولا يغمس، ويأكل أوقية كل ليلة، فكان يكفيني ذلك الدرهم سنة. الله ايه ده، يعني هو ما دقش اللحمة ده ولا ما كلش الطبيخ، ما يعني هو في حال تاني، كان حال تاني، ده يسموه اهل الجذب، لان لا يستطيع الانسان المعتاد، فده مجذوب جذب تاني. ثم عزمت على ان اطوي 3 ليال. عزم بقى لما لقى نفسه ان روحه قوية كده وجسده ما بيحسش بالطعام، يعني الذكر بيشبعه وبيقويه، فقال طب انا ايه هطوي 3 ايام، هقعد 3 ايام ما اكلش حاجة. فابتدى يطوي 3 ليالي، ثم افطر ليلة، كل 3 ليالي يفطر ليلة، برضو ايه مش يفطر بقى على ملذة وطعام، هو شوية الشعير،
ثم خمسا، خد نفسه بالتدريج وبعدين بقى يطوي خمس ليالي ويفطر ليلة، ثم سبعا، ثم 25 ليلة. ناس بقى يقول لك شوف النبي نهى عن الوصال وهو بيفعل ما نهى عنه. هذا هو ما بيفعلش ما نهى عنه. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لست كهيئتكم، اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقين ويجد في نفسه قوه. فهو لما وجد في نفسه قوه من الله هبه ما امرش الناس يعملوا كده، ده هو بينه وبين نفسه، مش دعا الناس قال لهم يا ناس اعملوا زي ابدا، ده هي مجرد ربنا من عليك لقيت نفسك شبعان 3-4 ايام مش عايز تاكل وفي نفس قوتك على العباده، ايه المشكله اللي فيها؟ طالما من الله عليك بهذا دي هبه من الله. وصل بنفسه بالتدريج لحد ما بقى يطوي 25. الطب طبعا يقول لك ما ينفعش الكلام ده، كان حقه مات من زمان، عشان تعرف ان الطب بتاعنا قاصر، لانه الطب بتاعنا طب في الابدان ولم ينظر الى الروح. لكن الروح اذا قويت ممكن البدن بقى ربنا يمده من عنده سبحانه وتعالى. ودي من ضمن كراماته، ان هو لان الكرامه خرق عاده، وده برضه خرق عاده ان الانسان يستطيع يقعد 25 يوم كده من غير ما يدخل في جوفه اي زاد، ده شيء عجيب شويه، والشيء العجيب ده يبقى كرامه خلاص. وكنت عليه 20 سنة، يعني كان على الحال ده 20 سنة يطوي 25 وياكل. ثم خرجت افيح في الارض سنين. لما لقى نفسه بيقدر يقعد بقى من غير زاد ولا قوت كده كتير، بقى يمشي في الارض كده خلاص، معهوش حاجه ولا شايل اكل ولا زاد ولا زواد، ما تفرقش معاه بقى في اي حته خلاص. هو جرب نفسه. يبقى نستدل من هذا ان الانسان ما يسحش في الارض دون الاخذ بالاسباب الا اذا كان جرب نفسه كثيرا، علشان ما يختبرش نفسه وهي غير مؤهله فيفتن نفسه. يبقى هو الاول اخذ نفسه بالتدريج وبعد كده خرج في السياحه في الارض سنين. ثم رجعت الى تستر وكنت اقوم الليل كله. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت ابا العباس البغدادي يقول، سمعت ابراهيم بن فراس يقول، سمعت نصر بن احمد يقول، قال سهل بن عبد الله، كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعه كان او معصيه فهو عيش النفس. اي فعل يفعله العبد بدون ما يبقى ورائه اقتداء بمن يقتدى به، يبقى ده برغبة نفسه، يبقى دي شهوة النفس، يبقى دي حيال النفس. وكل فعل يفعله بالاقتداء يبقى ده تكليف فهو عذاب على النفس، يبقى ده هو ده الاولى من باب التربية. وعشان كده وراعيها وهي في الاعمال سائمة وان هي استحلت المرعى فلا تسن. بيقول هنا في الهامش، وقال سهل، دخلت الفتنة على العامة من الرخص والتأويلات. العامة اللي هم مين؟ العلماء، علماء الشريعة يسموهم العامة، واخد بالك ازاي؟ مش اللي قاعدين على القهوة، لا، اللي هم غلب عليهم علم الشريعة اللي هو الفقه، يعني اللي هي الأحكام المعروفة اللي هي أحكام الفقه اللي هي تناولت الإسلام. فبيقول الفتنة دخلت على هؤلاء الناس ازاي؟ من الرخص والتأويلات. كل واحد يأول له تأويل ويعمل ايه؟ ويعمل اللي هو عايزه. ها؟ عليهم في حالهم، في نفسهم. ما هو العالم من دول اللي دارس الشريعة لابد يلاقيه عنده مخرج فقهي لأي تقصير يعمل ولو رأي ضعيف، مش ده اللي بيحصل؟ يعني لدرجة ان ممكن واحد لا يجب عليه الزكاة ويبقى عنده اموال كتير، قبل ما يحول عليه الحول يهب لاولاده المال بتاعه يقسمه، يبقى اقل من النصاب وما حلش الحول، وبعد ما يخلص يروح واخده تاني يلمه تاني، يفضل كده عنده اموال قد كده وما يطلعش زكاة، ويبقى لا يأثم شرعا، واخد بالك ده في الشرع، ويأثم حقيقة لانه فيها تهرب، فهو مش من اهل الحقيقة، مش بينظر، هو بينظر للشريعة بس إلى جانب واحد للعملة وهي الشريعة، لكن في شريعة وفي طريقة وفي حقيقة. وعلشان كده دخلت الفتنة على العامة من الرخص والتأويلات يترخص، وعلى العارفين من تأخير الحق الواجب إلى وقت آخر. ما هو الواجب على العلماء في كل زمان إنهم يبينوا،
يوم يجي الزمن مثلا في سلطان جائر يقول لك انا مكره، انا حبين ازاي ما هيقبضوا عليا ويرفدوني وانا عندي عيال اكلهم، يبقى خلاص بقى دارهم دارهم ما دمت في دارهم، ويبتدي ايه ما يرضاش يقول الحق للناس ويسيب الناس عميانه وهو اوتي العلم، في حين ان ربنا بيقول ايه: واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب، اللي هم احنا على فكره مش اليهود والنصارى، لان اليهود والنصارى اوتوا الكتاب برضو كتموه خلاص، لكن احنا برضو ما احنا اوتينا كتاب، ما هو القران ما احنا موجه لنا برضو: واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وعشان كده سيدنا عثمان بن عفان وهو على فراش موته قال: والله لولا آية من كتاب الله ما قلت لكم هذا الحديث حتى لا تتكلوا. وهو على فراش موته فضل كتم حديث سمعه من النبي ومش عايز يقوله للناس، وبعدين تلا هذه الآية خاف لحسن يبقى من ضمن اللي أوتوا العلم وكتمه، اللي هو حديث إيه: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. خاف لحسن يقولها للناس يتكل، فقالها وهو على فراش موته واستدل بهذه الآية، فدل على أن الآية دي للمسلمين أيضا لأن أوتوا الكتاب برضه، لأن الناس متصورة أن كلمة أوتوا الكتاب في كل المصحف يبقى اليهود والنصارى، وإحنا براء، إحنا يعني إحنا ما أوتيناش كتاب بقى ولا إحنا إيه؟ ولا إحنا قاعدين في الشارع؟ ما إحنا أوتينا الكتاب برضه، أوتينا أفضل الكتب على أفضل الرسل. فقال: دخلت الفتنة على العامة من الرخص والتأويلات، وعلى العارفين من تأخير الحق الواجب إلى وقت آخر. وحتى العارفين دخلت عليهم الفتنة من أنه يأخر حق وجب وقته إلى وقت آخر يؤجل. وقال: من أعظم المعاصي الجهل بالجهل، اللي هو الجهل المرتب اللي احنا نسميه الجهل بالجهل، والنظر إلى العامة وسماع كلام اهل الغفلة. يا شوف من اعظم المعاصي، يعني انت بقى ما تقعدش بقى تسمع بقى الاغاني وتتفرج على التلفزيون والفيديو كليب والحاجات دي وتقول ساعة وساعة واخد بالك، وتقول اصلها صورة دي مش جسم ولا حاجة، ده صورة، والفقهاء قالوا ان الصورة غير النظر للجسم، الصورة صغيرة والنظر للجسم من الكبائر، يبقى خلاص دي صغائر خفرها بقى، الصلاة والصيام والصدقة وال يعني ما هو دول العامة بقى اللي هم علماء الشريعة، لكن علماء الحقيقة يقول لك لا، لأن دي بينكت في قلبك نكت تمنعك حلاوة الطاعة. واخد بالك؟ صحيح هي قد تكون من الصغائر وربنا يكفرها، واخد بالك، وكل حاجة، لكنها هتحول بينك وبين الدخول إلى جنة المعارف وجنة الصفات. واخد بالك؟ دي حاجة تانية. وعلشان كده بيقول: سماع كلام اهل الغفلة والنظر الى العامة. يقعد على القهوة كده ساعات يتفرج على الرايح واللي جاي، او يقعد حتى في الجامع يتفرج على العلماء وهي بتتكلم، يتفرج ولا ناوي يسمع ينفذ ولا ناوي يرازي فيه، يقعد يسألهم بس عشان يرازي فيهم وخلاص، علشان يعني يعرف له كلمتين يبقى اسمه مثقف. واخد بالك ازاي؟ وقال: أصول طريقنا، أصول طريقنا سبعة: التمسك بالكتاب. أهو مش مبتدعين أهل التصوف، بالعكس هم أكثر الناس تمسكا بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. التمسك بالكتاب والاقتداء بالسنة وأكل الحلال وكف الأذى وتجنب المعاصي والتوبة وأداء الحقوق، هو ده الإسلام كله، حاجة جميلة. التمسك بالكتاب والاقتداء بالسنة وأكل الحلال وكف الأذى وتجنب المعاصي والتوبة وأداء الحقوق، رضي الله عنه ونفعنا الله به. ومنهم أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الداراني، وداران قرية من قرى دمشق، مات سنة 15 و200، مات سنة 15 و200. سمعت محمد الحسين يقول، هي عندك محمد بن الحسين؟ ايوه عندك كده؟ عندي سمعت محمد بن الحسين، ايوه
كل فعل يفعله العبد من قريتها بغير اقتداء طاعة كان او معصية فهو عيش النفس. ما احنا قريناه لانه هيبقى حظ نفسه. لو كان حتى طاعة بيعملها وهو غاويها يبقى بيعملها لاجل نفسه لانه يتلذذ. وان كان حتى معصية يفعلها من باب ارتكاب اخف الضررين ولكن بغير اقتداء يعني بغير مسوغ شرعي هيبقى حظ نفسه برضه. لان قد ترتكب المعصية حتى الخفيفة حتى لا ترتكب معصية اشد اللي هي ارتكاب اخف الضررين في القواعد عندنا. فان لم يكن معك اقتداء هيبقى حظ النفس. وكل فعل يفعله بالاقتداء فهو عذاب على النفس اللي هو التكليف يعني. ومنهم ابو سليمان عبد الرحمن بن عطية الداراني وداران قرية من قرى دمشق مات سنة 1520. الفاتحة لروحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت عبد الله بن محمد الرازي يقول اخبرنا اسحاق بن ابراهيم ابن ابي حسان يقول سمعت احمد بن ابي الحوارى يقول سمعت ابا سليمان يقول من احسن في نهاره كوفئ في ليله ومن احسن في ليله كوفئ في نهاره. يعني من احسن بالطاعة في نهاره كوفئ في ليله بالنهوض الى العبادة لان تملي الطاعة. او من احسن في نهاره مراقبة لله عز وجل كوفئ في ليله بالمكاشفات والتجليات. ومن احسن في ليله عبادة لله عز وجل واجتهادا في الطاعة كوفئ في نهاره بتسهيل الامور وتيسير الامور وتحقيق المراد. ومن صدق في ترك شهوة ذهب الله بها من قلبه. والله تعالى اكرم من ان يعذب قلبا بشهوة تركت له. وبهذا الاسناد قال اذا سكنت الدنيا القلب ترحلت منه الاخرة. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت الحسين بن يحيى يقول سمعت جعفر بن محمد بن النصير يقول سمعت الجنيد يقول قال ابو سليمان الداراني ربما يقع في قلب النكتة من نكت القوم اياما فلا اقبل منه الا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة. يعني يقول ربما يقع في قلبي عند سماع اشارات القوم وعبارات العارفين النكتة اللي هي الحكمة يعني يسمعها من الاشارات وعبارات القوم المربين فتقع في قلبه معنى جميل لكن يخاف يتكلم بيها لحد ما يعرضها على شاهدي العدل الكتاب والسنة. إن وافقت الكتاب والسنة نطق بها وعمل بها وإن لم توافق الكتاب والسنة ملوش دعوة. يبقى مش مسألة إن أي حاجة تعجبك تعمل بيها لازم تعرضها على الكتاب والسنة. يبقى هو مقياسهم هو مقياس الشرع. ما كانوش ماشيين كده ناس أهل بدع زي ما بيعتبروهم ويقول لك ضلالات الصوفية ويألفوا كتب. هم شافوا ناس يعني قالوا على نفسهم صوفية وهم جهلة وافتكروا ان كل الصوفية هم الناس دي وقالوا يحاربوا كل الصوفية علشان في ذهنه الجدع اللي بيقول فتح عينك تاكل ملبن. واخد بالك؟ الجدع اللي ماسك المرجيحة في المولد هو ده بقى الصوفية؟ الجدع اللي هو قاعد يعمل شاي ويشرب سجاير ومقعد حواليه الستات في المولد لحد الفجر ويجي وقت الصلاة يروح نايم ما يصليش يقول لك ايه ده التصوف؟ ويقعد يحارب الصورة دي على ان دي التصوف. فين التصوف؟ مش هو ده خالص. ما احنا كلنا متفقين ان مش هي دي الصورة المطلوبة. وعلشان كده لازم الواحد يميز. وقال ابو سليمان افضل الاعمال خلاف هوى النفس. يبقى خلاف هوى النفس دي افضل الاعمال عند الله. وقال لكل شيء علم. يعني علامة. وعلم الخذلان ترك البكاء.
مش البكاء بالعين يعني، بكاء القلب وهي العظة ده الأهم. ما ياما ناس عينها تدمع قد كده وحمرة قد كده وقلبه أي كلام. ما أنت الممثلين يحفظ له كلمتين ويقف قدام الشاشة يبكي المشاهدين كلهم، واخد بالك؟ وأنت وهو مش حاسس بأي حاجة ولم يتطعم. مش العبرة بكاء العين، العبرة بكاء القلب، وبكاء القلب هي العظة والعبرة. وقال لكل شيء صدأ، وصدأ نور القلب شبع البطن. فمل يعني مش معنى كده تمشي جعان ميت ونوديك تتعالج، لا، معنى لما تاكل ما تملاش بطنك قوي لانك هتنام كتير، وما تجوعش قوي جوع شديد بحيث انك انت تلاقي نفسك وانت بتتعبد قاعد بتفكر في الاكل، لا ده مطلوب ولا ده مطلوب. يعني تاكل باعتدال وتجوع باعتدال وتمشي امورك كده. انا جالي شاب من الشبان في العيادة كان وزنه 60 كيلو بقى 43 كيلو. ليه يا ابني ما بتاكلش؟ يقول لي اصل انا قريت في الكتب الصوفية ان الحكمة لا تنبت الا ببطن جائع وبدن عار. تقوم تموت نفسك وبطل اكل. يا ابني ليه كده؟ وابوه جايبه مخضوض عليه. يقول لي الواد ما بياكلش، مش عارف مين قال له الكلام ده. لدرجة ان هو دخل بقى في حالة نفسية بقى، بقينا نكلمه كده الوتاي. فربنا يشفيه يا رب. وعلشان كده قراءة الحاجات دي من غير شيخ قد تضرك، زي بالظبط اما تروح من غير ما تروح للدكتور تخش على الصيدلي تقول له ايه الحاجات دي، يقول لك ادوية. يا الدواء حلو وانا مليان امراض، طب اديني شوية من هنا شوية من هنا شوية من هنا، وتروح واخده من البيت تحط كله وتبلع خلاص مع السلامة، هنكبر عليك اربعة ومع السلامة. لكن لازم تروح لطبيب بقى يقوم يفهمك امتى تاخد الجرعة ازاي وتمشي الامور. اكتر حاجة فعلا ترى فعلا مش شيء. ايوه طبعا هتفهم وتتعب وترهق نفسك. وقال كل ما شغلك عن الله تعالى من اهل او مال او ولد فهو عليك مشؤوم. يعني الله سبحانه وتعالى عباده أقامهم في حالتين، إما تجريد أو أسباب. أقام العباد إما في أهل الأسباب، دول اسمهم أهل أسباب، يعني يتعامل مع الأسباب علشان ربنا سبحانه وتعالى يجري في الأسباب مراده سبحانه وتعالى إليه، سواء كان هذا المراد رزق أو علم أو قوة أو عافية أو أي شيء، لازم يتخذ الأسباب. ده يسموه أهل أسباب اللي هم معظم الناس. وفي بقى أهل تجريد اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يردهم خالصين له ويعطيهم ما يريد ويجعل ما يريد هو ما يريده العبد، يعني تصبح إرادة العبد هو مراد الله منه خلاص. فتحس إنه هو قاعد كده ما يطلبش الطعام، لكن ربك سبحانه وتعالى كل فترة يبعث له الأكل. وجد عند كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقه. هل هي كانت بتروح السوق تشتري؟ ما كانتش تروح السوق تشتري، ولا بتخرج تشتغل عشان تجيب فلوس تشتري، ولا حاجه خالص. اهل تجريد اهو. اصل يقول لك الصوفيه دول يقولوا كلام ما جاش في القران ولا السنه. يا اخي حاجه عجيبه قوي الناس دي. ابدا، ما هو في القران في ناس اهل تجريد وفي برضو اهل اسباب. والصحابه كانوا كده، نوع اهل تجريد ونوع اهل اسباب. سيدنا ابي هريره كان من اهل الصفه، يعني من فقراء الصحابه، يعني ما عندوش حتى بيت يعيش فيه ولا زوجه يتزوج. وبعدين كان النبي صلى الله عليه وسلم بياكله، فكان يقول كنت اجوع اذا جاع النبي واشبع اذا شبع النبي. لما يجي للنبي اكله وهياكل وياكلوا معاهم، ما جاش اكل خلاص مش هياكلوا ويجوعوا ويجوعوا معاهم. فسيدنا ابي هريره كان يقول كنت يعني من شده الجوع يتلوى في الارض لدرجة يقولون ان بي مس، ويضع احدهم قدمه على رقبته يقول به مس وما بي مس ولكنه الجوع. يعني بقى ما فيش فقر بعد كده، يعني احنا ما شفناش حتى الفقراء اللي قاعدين على باب السيدة ولا باب سيدنا الحسين وصلوا لهذه الدرجة ان يغمى عليه من شدة الجوع. يعني يوصل الجلوكوز لاربعين. اربعين دي يعني غزلا، يعني يبقى عنده صرع، واخد بالك؟ فده جوع شديد.
وسيدنا ابو هريره شاب، طب ما يروح يشتغل. هو النبي ليه ما صلى الله عليه وسلم ما دلوش على السوق يا اخي؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له واحد دله على السوق وقال له روح اشتغل. سيدنا ابو هريره من نفسه بقى لما لقى الحكايه كده ومش ماشيه قال ايه؟ قال انا هروح اشتغل. المدينه انت عارف كلها بقى ايه، اراضي بتزرع، فراح اشتغل مزارع ومعاه غراسات كده وماشي. فسيدنا رسول الله قابله في الطريق قال له يا ابا هرب، ايه ده تعال، ايه اللي معاك ده؟ قال غرسات اغرسها يا رسول الله بالاجر لعلي اجد يعني قوت. قال الا ادلك على خير من ذلك؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر غرس الجنه. يبقى رده للتجريب تاني، رده للتجريب لانه من اهل التجريب، واخد بالك؟ في حين ان التاني اللي جاله بيقول له يعني اتعبد قال له اذهب الى السوق، واخد بالك؟ وجاب له قدوم وجاب له بتاع، وجاله واحد تاني ايده خشنه قبلها وقال من كثره العمل، وقال هذه يد يحبها الله ورسوله. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ايد اهل الاسباب في الاسباب، وايد اهل التجريد على التجريد، لان دي امته كلها صلى الله عليه وسلم. بس كان طبيب الامه يعرف ده بتجريد ولا ده اهل، خدت بالك ازاي؟ وعلشان كده ارادتك التجريد مع إقامة الله لك في الأسباب من الشهوة الخفية، لأنك أنت عايز حاجة لم تقسم لك، تبقى دي شهوة نفس. وإرادتك الأسباب وأنت من أهل التجريد نزول عن الهمة العلية، فلما نزل سيدنا أبي هريرة عن الهمة العلية رده سيدنا رسول الله للهمة العلية اللي هي إيه؟ اللي هي التجريد. وعلشان كده هو بيلمح إلى هذا. فبيقول كل ما شغلك عن الله تعالى من أهل أو مال أو ولد، اللي هي الأسباب الشاغلة، فهو عليك مشؤوم. إمتى تعرف أنت من أهل التجريد ولا من أهل الأسباب؟ إيه العلامة؟ العلامة بسيطة، إذا كنت ربنا سبحانه وتعالى أقامك في أمر من أمور الدنيا وأعطاك ثمرته دون أن يؤثر ذلك على عباداتك وهي الفرائض، فرائض لسه بتسيب شغلك اصل انا شغلي بيضيع عليا السنه. لا، حتى لو ضيع عليك السنه حتى الرواتب يكفي انك انت بتؤدي الفرائض وبتقوم في عملك اللي اقامك ربك فيه، وبعدين بتنفع نفسك وتنفع الناس وتغني نفسك وتستغني عن الناس، تبقى انت من اهل الاسباب. يبقى لا تخرج من اهل من السبب الا ان يخرجك الله منه، فان اخرجك أعانك وإن أخرجت نفسك وكلك لنفسك. يبقى دي إساءة أدب. تقول لا أنا عايز أخرج لأن أنا يا دوب ده أنا بصلي الفرض وخلاص، لا أنا عايز بقى أسيبك الشغل ده وأبتدي أقعد في الجامع كده أصلي لي 100 ركعة وأختم القرآن كل يومين وأعمل مش عارف إيه وأصوم كل يوم. طب وفي الآخر هتشحت ولادك يشحت؟ ما ينفعش، لأن ربنا أقامك في الأسباب وأنت رحت أردت الشهوة الخفية. لا، أقام العباد فيما أراد. الأدب كده، إنك تظل مع الله على ما يريد سبحانه. لكن لو كان عملك أو شغلك أو أولادك أو كده لا ثمرة من ورائه، كل ما تحط إيدك في حاجة تخربها، واخد بالك؟ وفي نفس الوقت مفيش أي ثمرة ومش فاضي تتلفت حتى الفرد، ولا الفرد يجي مش عارف تصلي، يبقى هو ده بقى العمل ده شؤم عليك. سيبه بقى، سيبه ودور على حاجة تانية، خدت بالك ازاي؟ يبقى طول ما ربنا أقامك في كلية من الكليات ما تقولش لا أنا مش عايز أذاكر، والامتحان بعد شهر يقول لك لا أصل أنا عايز أصوم اثنين وخميس وعايز مش عارف إيه وأسمع كلام الشيخ ده وأقول لي ورد مش عارف مليون مرة كام و10,000 مرة إيه. يا ابني ربنا أقامك في الكلية دي تتعلم علشان تنجح، يبقى عبادتك إنك تذاكر وتحضر، هي دي عبادتك الوقت. فتقعد تشغل نفسك في الكلام الفارغ في الآخر ده شهوة خفية، يقوم يندم، واخد بقى؟ يندم في الآخر لما يلاقي زمايله بقى متقدمين وسبقوه هو بقى متأخر، ودول نجحوا وهو قاعد زي ما هو، يقوم في الآخر يكره العبادة نفسها، يبقى فتن نفسه. لا، أنت شوف ربك، أنت مش أنت عايز تشوف ربك عايز منك يريد منك إيه؟ أرادك فيما أقامك، شوف هو أقامك فين، هو ده إيه عايزه؟ هو ده اللي عايزه سبحانه. أرادك فيما أقامك. شوف قد إيه، أنت مرتب وظابط المنبه هتقوم تقيم الليل، ده ترتيبك لنفسك،
بصيت لقيت بالليل الساعة 12 حد من قرايبك يلحقني تعبان، رحت سهران جنبه في المستشفى طول الليل عملوا له عملية، يبقى ربنا أرادك تبقى في المستشفى. يبقى أنت وأنت في المستشفى أعبد منك وأنت في الليل في البيت. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أرادك تبقى كده، أرادك تبقى بجوار هذا المريض الضعيف، واخد بالك إزاي؟ أرادك تقضي حاجة الملهوف. وأينما أورده عليك مما تريده أنت إليه، هو يريد إليك كل كمال وأنت تريد إليه، تورد إليه كل نقص. عبادتك منقوصة خيبان، لكن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يتعرف عليك حتى لا تجهله في شيء. وعلشان كده تجد العارف يتقلب مع الله في كل حال وعينه مش على حاجة تانية. كل أي حاجة يجيبها له ربنا يقول الله أحلى حاجة، يبقى مبسوط قوي. مش يفتح عليه باب يقول يا ده انا كنت عايز الحته دي، يفتح عليه باب تاني يقول لا انا كنت عايز دي. قلبه قاعد يبص، مش عينيه قاعد يبص في عينين دي، ما فيش ادب، ويبقى هذا الانسان محجوب. لكن احسن حاجه ان ترضى بما اقامك الله فيه تكن اغنى الناس. واخد بالك ازاي؟ ايوه، وقسمه لك بقى في كل حاجه. فعلشان كده بيقول كل ما شغلك عن الله تعالى، يعني في اداء الفرائض والعبادات المفروضه من اهل او مال او ولد فهو عليك مشؤوم، يبقى ده شؤم. وقال ابو سليمان كنت ليله بارده في المحراب فاقلقني البرد فخبأت احدى يدي من البرد، يعني حط ايده كده تحت الايه؟ الهدوم بتاعته من البرد، وطلع ايد واحده بيدعي، هو كان بيعمل بايديه الاثنين كده، لا ايد بردانه فراح خبى ايد وفضل الايد كده بيدعي. وبقيت أخرى ممدودة فغلبتني عيناي فهتف بي هاتف يا أبا سليمان قد وضعنا في هذه ما أصابها ولو كانت الأخرى لوضعنا فيها. يعني ربنا سبحانه وتعالى استجاب ودة في الإيد دي اللي بتطلبه، لو التانية كانت جنبها كنا اديناها كمان. فآليت على نفسي ألا أدعو إلا ويداي خارجتان حرا كان الزمن أو بردا. وقال أبو سليمان نمت عن وردي فإذا أنا بحوراء تقول لي تنام وانا اربى لك في الخدور منذ 500 عام. ده نام عن ورد يوم، دي اهل جذب بقى، دي حاجه تانية ربنا سبحانه وتعالى بيكتبيها علشان يديها علامات على طول. ربنا يريدهم انه ايه؟ في حضرته ذكرا وعباده ليل نهار، فلما يغفل لحظه ربنا ينبهه. اخبرنا عبد الله بن يوسف الاصبهاني قال اخبرنا ابو عمرو الجولستي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن أبي الحوارة قال دخلت على أبي سليمان يوما وهو يبكي فقلت له ما يبكيك؟ بكاء شوق مش بكاء خوف ولا ندم، لأن البكاء قد يكون للخوف وقد يكون للندم وقد يكون للشوق، فده كان بكاء شوق. فقال يا أحمد ولم لا أبكي وإذا جن الليل ونامت العيون وخلى كل حبيب بحبيبه وافترش أهل المحبة أقدامهم، يعني لله عابدين، وجرت دموعهم على خدودهم دموع الشوق إلى الله وتقطرت في محاريبهم، وأشرف الجليل سبحانه وتعالى أي نظر إليهم نظر قبول ورحمة فنادى يا جبريل بعيني من تلذذ بكلامي، أي بحفظي وكلاءتي، من تلذذ بكلامي واستراح إلى ذكري، وإني لمطلع عليهم في خلواتهم، أي وجلواتهم أيضا، من باب أولى بقى، أسمع أنينهم وأرى بكاءهم، فلما لا تنادي فيهم يا جبريل ما هذا البكاء؟ هل رأيتم حبيبا يعذب أحباءه؟ أم كيف يجمل بي أن آخذ قوما إذا جنهم الليل تملقوا لي؟ فبي حلفت، يعني فبذاتي حلفت أنهم إذا وردوا علي يوم القيامة لأكشفن لهم عن وجهي الكريم، أي ذاتي سبحانه، حتى ينظروا إلي وأنظر إليهم، أي يرفع عنهم الحجب. يبقى كان بكاء، ده كله بكاء شوق ومحبة. لا لا، ده هاتف كده بيعبر عنهم، هذا هو استشعر هذا المعنى في عبادته شوقا الى الله، فاستشعر ان الله يقول ذلك بس.
ايه تقبيل ايه؟ النبي زياد العام. اه امال ايه؟ ايوه بقول لك هو قال بس ما قبلش. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ايد ستنا فاطمه لما تدخل عليه، وهي تقبل ايده ويجلسها مكان ويلتزمها، ستنا فاطمه النبويه، واخد بالك بنت. هات كتاب اعلام النبيل بجواز التقبيل، هيجيب لك الاحداث دي كلها اللي فيها تقبيل الايادي، هتقراها هتبص تلاقي نفسك عايز تقبل ايدين كل المسلمين. فاقراها بنص عين علشان ما تمشيش في الشارع يقول لك الراجل اتجذب. ها للسيد عبد الله الصديق الغماري، اسمه اعلام النبيل بجواز التقبيل، مطبوع بيباع في مكتبه القاهره هنا في الصناديق، جايب ادله سيدنا مثلا معاذ وسيدنا عبد الله بن عباس، كان سيدنا عبد الله بن عباس بيوصله وبيركبوا الفرس بتاعه، فهو طالع على الفرس ماسك له الركاب اللي بيحط فيه رجله، ده سيدنا عبد الله بن عباس ماسك الركاب كده عشان سيدنا معاذ يحط فيه رجله، فقال له عفوا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اقدرش انا اعمل كده. قال هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا. فراح موطي على ايده وقبلها وقال وهكذا امرنا ان نفعل بآل بيت نبينا، واخد بالك ازاي؟ فحاجات كتيره وارده، لكن تقول ايه على العالم اللي ما عندهمش ادب؟ طول عمر الدنيا يقول لك قبل ايد ابوك يا ولد، قبل ايد جدك، قبل ايد سيدنا اللي في الكتاب، مش طول عمر الناس متربيه على كده؟ لحد ما ظهروا الجماعه اياهم بقوا حتى يخش عليه شيخه وهو فارد رجله كده ما يرضاش، ما يرضاش يضمها لحسن يبقى مشرك. ومن اقواله في الهامش لا ينبغي لفقير ان يزيد في نظافة ثوبه على نظافة قلبه ليشاكل باطنه ظاهره، ليشاكل باطنه ظاهره، ليت قلبي في القلوب كثوبي في الثياب. شوف انت بقى ثوبك بتحاول تنظفه ازاي، لو عنده بقعة توديه مثلا للمصبغة تنظفه لك، مهتم. يا ريت بقى انت بقى بتحافظ على قلبك زي ثوبك كده. من صارع الدنيا صرعته، ومن سكنت الدنيا قلبه ترحلت منه الآخرة، من أظهر الانقطاع إلى الله تعالى لزمه خلع ما دونه من عنقه، إذا بلغ العبد غاية الزهد أخرجه إلى التوكل. يعني كأن نهاية الزهد بداية التوكل، نهاية الورع، نهاية الورع بداية الزهد، ونهاية الزهد بداية التوكل، ونهاية التوكل القناعة، ونهاية القناعة الرضا، والورع أول الزهد. ده الرضا، وبعد الرضا إيه؟ المحبة، ولحد ما توصل للرضا تبقى في مقام الصبر. مفتاح الآخرة الجوع، ومفتاح الدنيا الشرف، ومفتاح كل خير الخوف من الله تعالى. هنقرأ بقى الشيخ أبو عبد الرحمن حاتم بن علوان الأصم وننصرف إن شاء الله، وحاجة يعني قصيرة. سيدنا حاتم الأصم اللي هو كان تلميذ شقيق البلخي اللي احنا قريناه، فاكر سيدنا شقيق البلخي اللي كان له لسان في التوكل، اللي كان بيتفتى يعني بيعمل فعل الفتيان وضامن الكلب اللي ضايع للأمير، قرينا الكلام ده كله، وكان سبب توبته ان هو كان بيتاجر في الترك، وبعدين دخل معبد ولقى هناك واحد، فاكر القصة دي؟ هذا سيدنا شقيق البلخي، شيخه بقى، شيخ سيدنا حاتم ابن علوان اللي اسمه حاتم الأصم، حاتم الأطرش يعني. احنا عندنا فريد الأطرش، وهم كان عندهم حاتم الأطرش اللي هو الأصم. هو ما كانش أطرش ولا حاجة، هو اشتهر بكده، هيقول لك ايه السبب ان هم اطلقوا عليه في الجنة. ابو عبد الرحمن حاتم ابن علوان، ويقال حاتم ابن يوسف الأصم، من اكابر مشايخ خراسان، مات سنة 237 و200 هجرية، وكان تلميذ شقيق سيدنا شقيق البلخي وأستاذ أحمد بن خضروي. فاكر هو اللي كان مع سيدنا شقيق في المعركة والرؤوس بتتطاير، وسيدنا شقيق بيقول له يا حاتم كيف حالك؟ هل حالك دلوقتي في عز الرعب ده زي ما دخلت مع مراتك يوم الدخلة ولا لا؟ قال له لا، صعب انها تبقى كده، صح مش قادر. قال له والله انا كده واكتر، وراح نايم على درقته وسمعه له غطيط. فاكر القصه دي؟ كان بيعلمه التوكل.
قيل لم يكن أصم وإنما تصامم مرة فسمي به، يعني عمل نفسه أطرش مرة فتسمى خلاص. جاءت امرأة فسألت حاتما عن مسألة، يعني امرأة جت بتسأله على مسألة فقهية، هو راجل شيخ، فاتفق أنه خرج منها في تلك الحالة صوت، يعني ريح كده ليه صوت، زي كانت عاملة عملية بواسير والعضلة القبض عندها ضعيفة، فيخرج منها الريح ينفلت بدون ما تقدر تقبضه كده. في ساعات كده بعد عملية البواسير والحاجات دي بتحصل فترة شهر اتنين تلاتة، يبقى الواحد مش عارف يمنع الريح، يبقى قاعد في وسط الناس كده ويطلع منه عفوي، لأنه العضلة القبضة دي بتبقى ضعفت بسبب الجراحة لحد ما تلتئم، وأحيانا بيبقى ابتلاء كده من الله، يعني ضعف في العضلات بسبب العصب اللي مديها أي حاجة. المهم يا الست دي كانت مسكينة عندها الشغلانة دي، فراحت تسأل سيدنا شقيق وهي بتسأله، راح طالع منها صوت، اتكسفت قوي، فهو شفقة عليها قال لها ارفعي صوتك يا امرأة إني أريد أن أسمع، ففرحت قوي إن هو ما سمعش، واخد بالك إزاي؟ علشان يرفع عنها ويخفف عنها الأذى اللي أصابها والخجل اللي هي خجلته، خدت بالك؟ هذا السبب إن هو الشهر والأصم. شوف الشفقة بالناس. جاءت امرأة فسألت حاتما عن مسألة فاتفق أنه خرج منها في تلك الحالة صوت فخجلت، فقال حاتم ارفعي صوتك، فأرى من نفسي أنه أصم، فسرت المرأة بذلك وقالت إنه لم يسمع الصوت فغلب عليه اسم الصمت. أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال سمعت أبا علي سعيد بن أحمد يقول، سمعت أبي يقول، سمعت محمد بن عبد الله يقول، سمعت خالي محمد بن الليث يقول، سمعت حامدا اللقاف يقول، سمعت حاكما الإصم يقول، ما من صباح إلا والشيطان يقول لي ماذا تأكل وماذا تلبس وأين تسكن، فأقول له آكل الموت وألبس الكفن وأسكن القبر، اتلهي علشان يريح، أنا أقول له اتلهي آكل الموت وألبس الكفن وأسكن القبر. وبإسناده قيل له ألا تشتهي أنت ما نفسكش في حاجة، فقال أشتهي عافية يوم إلى الليل بس. فقيل له أليست الأيام كلها عافية، من تقول حلو زي الجنة وكل يوم عايز عافية يوم، فقال إن عافية يومي ألا أعصي الله فيه. وحكي عن حاتم الأصم أنه قال كنت في بعض الغزوات، شوف اتعلم من شيخه شقيق بقى كمال التوكل، فخرج في الغزوات بقى لوحده بعد كده، فكان في بعض الغزوات فأخذني شخص فأضجعني للذبح، واحد من الترك اللي كانوا عتاولة كده عصرعوا لحد ما بقى خلاص وقع على الأرض، وقعد بقى ايه فوقيه وبيطلع بقى ايه الخنجر علشان يذبح، ويقول بسم الله الله أكبر ويذبح، خلاص بقى هو استسلم. فبيقول ايه فأضجعني للذبح فلم يشتغل به قلب، بقيتش مش مشغول ولا مفزوع، ده انا قاعد بشوف قدر الله فيا هعمل هتذبح بقى ولا هيجرى ايه بقى، يعني شوف كمال التوكل، مفيش حاجة الرعب دي مش في بالي. اتعلم من سيدنا شقيق شيخه كمال التوكل والرضا والاستسلام للأقدار. فلم يشتغل به قلبي بل كنت أنظر ماذا يحكم الله تعالى في، يعني كان كل عبادته انتظار قدر الله فيه، دي عبادته في حاله كلها، حتى في حال الشدة دي، حتى في حال الشدة. فبينما هو يطلب السكين من حقه قاعد الرجل يدور، أصابه سهم غرب، جاله كده سهم طيش كده ما تفهمش مين، راح داخل في رقبته وموته، قام هو جري. فبينما هو يطلب السكين من حقه أصابه سهم غرب فقتله وطرحه عني فقمت. سمعت عبد الله بن يوسف الأصبهاني، يبقى الصوفية كانوا بيحضروا الغزوات أو بيحاربوا، يقول لك دول قاعدين طول النهار بالسبحة وسابوا الإنجليز تدخل البلاد. اللي قاتل الإنجليز في مصر معظمهم ناس أهل أوراد وسبح، واللي قاتل الفرنسيين في مصر هم أهل الأوراد والسبح، واللي قاتل الفرنسيين في المنصورة هم أهل الأوراد والسبح، دي حقيقة، وانظر التاريخ، واخد بالك زي ما أنت مش واخد بالك خالص. صلاح الدين الأيوبي اللي كل الناس بتتباهى بيه كان إيه؟ كان له سبحة وتربى في الربط الصوفية، اتربى فيها أساسا، وكان راجل صالح، كان راجل عابد، كان قائم لليل، كان يعني يقضي ليله كله في تلاوة القرآن، وتاني يوم يبقى فارس مغوار، هم دول اللي ربنا نصر بيهم الإسلام في كل عصر. إنما مين؟ عبد القادر الجزائري، قادري الطريق،
وقاتل ودوخ الفرنسيين في الجزائر. سيدنا المختار عمر المختار كان سنوسي الطريق، وشوف انت عمل ايه في الطليان. طول عمر الصوفية مش زي ما انت متصور، بل بالعكس ده هي لعبة الانجليز ان تطلع الحركة الوهابية تكره الناس في التصوف، علشان التصوف هو اللي بيربي الانسان اللي ميت النفس، اللي يبقى بالنسبة له الموت عنده احسن من الحياة. فده ما يقدروش يقتلوه، ده ما يقدروش يواجهوه، فقالوا لك خلاص يبقى التصوف وحش. طلعوا بقى الحركة الوهابية وربوها كده في بوتقة المسلمين، واخد بال، نبت شيطاني ما تفهمش طلع منين، ورووه بكلام غريب قاله ابن تيمية في بعض كتبه، واخد بالك ازاي، ويقصد طائفة معينة من المتصوفة وليست كلها، لحد ما شوهوا صورة المتصوف. ودي مؤامرة كبيرة. اي ابن لادن وهابية، طب ما هو شؤمهم اهو احنا اللي عايشين فيه، احنا الوقت هم الحركة الوهابية دي جاي منها بركة كلها شؤم، حتى المجاهدين منهم شؤم علينا. ما هو يا سيدي كبدوه خسائر، ده طمعوهم يدخلوا بلادنا واحنا غير مستعدين لملاقاته. ايوه صح. الوقت انت لما يجي واحد يغري العدو ان يدخل بلاد المسلمين في وقت المسلمين متفرقين فيه، يبقى هذا الانسان نقول عليه مجاهد؟ لا، سفيه. ولا سفيه؟ ده اغرى الكفار يدخلوا بلاد المسلمين في وقت المسلمين متفرقين متفككين، حكامهم كل واحد في ثقافة شتى، ولا يوجد داعي للجهاد ولا صوت يقول لك جاهد. يبقى ده وقت كويس؟ يبقى دول عندهم بصيرة. طب ما احنا قاعدين اهو بنعاني، صدام ولا بوش؟ احنا صدام عارفين انه مجرم وجبار وقول في كل العيب، قول في اللي تقوله في الحجاج بن يوسف، واخد بالك ازاي؟ لكن كان ارحم من بوش ولا مش ارحم؟ طب ومين اللي اغرى بوش يجي؟ ما هي الحركة الوهابية، هم ربوها بطريقة معينة عشان تضيع وقتنا في مناقشات جانبية، لحد ما يستوي الامور على عود ويطلع منهم شوية طائفة تقول لك الجهاد في وقت المسلمين غير مستعدين للجهاد، يقولوا شوفوا ارهابيين، شوف بيفجروا، شوف يعملوا، ويعملوا الوقت شرايط بيوضبوه على الكمبيوتر بصوت بن لادن، وبن لادن نفسه ما قالش حاجة، وانا اعرفش هو فين، ويطلع لك الشريط تذيعه جازيت قناة الجزيرة اللي هي يهودية اصلا باللغة العربية، عشان تثير العالم وحفيظة العالم ضد المسلمين، ويجد مسوغ لضرب بلاد المسلمين. تقول لي مجاهدين؟ مجاهدين ايه دول؟ دول شؤم. طب الشيشان؟ الشيشان كان عندهم كتاتيب وبيحفظوا قرآن وعيال كويسين، دخلت الحركة الوهابية في وسط المجاهدين الشيشان، اغرت الروس الوقت في ضرب الشيشان مش عارفين يرفعوا دماغهم، بعد ما كان هيطلع جيل نبت محترم، قتلوه وخدوهم الوقت بيتربوا في معسكرات الروس، هيطلعوهم كفار. انا لما يبقى عندي فرخ صغير رفيع، واخد بالك ازاي، اطلعه لعرين الاسد وهو لسه كتكوت؟ يبقى تقول لي مجاهد؟ مجاهد هو مين اللي ولع المسلمين يقول لك جهاد اصلا؟ هل في بيعه؟ هل حد بيعه؟ دول عالم شؤم على الاسلام والمسلمين، بغض النظر عن موقفهم مع ربهم ايه، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لهم، الجنه تسعنا كلنا، دي حاجه تانية. انا بقولش ايه يعني مع الله ايه، انا بقول في الواقع الحالي، مش من الحكمه انك تغري العدو يدخل بلاد المسلمين في وقت المسلمين غير مستعدين لمواجهته، ليس من الحكمه، بل الحكمه انك انت تعقد الصلح مع الكفار لحين ما تلم شملك، وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه، وعمل كده، وتنازل صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه تنازلات كثيره من اجل انه يحفظ بيضة الاسلام والمسلمين، من اجل ان يمنع الكفار ان يدخلوا ويكتسوا قوة المسلمين من جوه المدينة المنورة حتى يقوى المسلمين. وبعد ما قوي المسلمين فتح مكة وجاء عامل وفود وبشر الناس، وبعد كده الاسلام بقى امبراطورية ضخمة كبيرة بعد كده. يبقى مش من الحكمة ان احنا نقول يلا حي على الجهاد من غير ما يبقى فيه اصلا جيش نظام يجمع الناس، وفي موارد وفي قواد مجتمعين على كلمه واحده، ولا انا اروح افجر انا ترماي هناك شغال ماشي في النمسا علشان يضربوا لي انا بلاد المسلمين كلها؟ طب انا استفدت ايه؟ شويه ناس عزل هناك ماتوا، طب وبعدين انا استفدنا ايه؟ ما استفدناش حاجه، جم ضربونا واحنا عزل.
دول عالم يا عم ما عندهمش بصيرة. ده رأي بحد بغض النظر عن يعني مش شرط يبقى ده رأي الإسلام والمسلمين. احنا في بلد الحرية كل واحد يقول رأي وانا مسؤول عن رأي ولا ألزمك برأي على فكرة. ممكن تبقى مخالفني على عيني وخالفني ما يجراش حاجة حبايب برد، لكن ده رأي الخاص واخد بالك. زي ما بقولكش ده رأي الدين ورأي الشرع، ده رأي الخاص من حيث النظرة في الأحوال المسلمين. لكن انا ما بقولكش انه ده رأي الدين والصواب وانهم من اهل النار، لا يمكن مجاهدين وحلوين وعلى عيننا يمكن ندخل الجنة اليوم اعلى مننا قدر على عيننا هنفرح والله هنفرح، لان ربنا سبحانه وتعالى خلاص هتبقى ما فيش اي بقى بغضاء وربنا هيردينا كلنا على بعض. يعني نبقى زعلانين من بعض في الدنيا لكن نبعث يوم القيامة ربنا هيردينا كلنا ونخش اخوانا على سور المتقابلين ان شاء الله. سمعت عبد الله بن يوسف الأصبهاني يقول سمعت أبا نصر منصور بن محمد بن إبراهيم الفقيه يقول سمعت أبا محمد جعفر بن محمد بن النصير يقول روي عن حاتم أنه قال من دخل في مذهبنا هذا فليجعل في نفسه أربع خصال من الموت: موتا أبيض وهو الجوع، لأن الجوع ينور القلب فسموه موت أبيض لأن الجوع ينور القلب تنبت الحكمة، وموتا أسود وهو احتمال الأذى من الخلق لأن تملي الخلق يأذوك ويضايقوك وبتاع يقوم يبقى في قلبك حاجة منه فيسمون موت أسود، وموتا أحمر وهو العمل الخالص من الشوب في مخالفة الهوى لأنك هتذبح نفسك بقى، ولما تذبح نفسك هيسيل دمها تبقى حمر، فمخالفة الهوى فيها ذبح النفس وعشان كده سموه موت الإيه؟ موت الإيه الأحمر. وموتا اخضر وهو طرح الرقاع بعدها على بعض اللي هو ترك الزينة الدنيا، يقوم ربنا يعوضك بزينة الاخرة ايه ثياب خضر استبرق مش كده برضو، فخلوه موت اخضر. يبقى الموت الاخضر بترك زينة الدنيا فتأتي زينة الاخرة اللي هي الجنة فسموه الموت الاخضر. وربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ويفقهنا وينور بصائرنا جميعا وينزع ما في قلوبنا من غل. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. انصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك بحق أوليائك ومن ذكرنا اليوم وبسيرهم وبسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحقه عليك يا رب العالمين وبقولك كان حقا علينا نصر المؤمنين. نسألك يا الله أن تنصرنا وأن تيسر أمورنا وتستر عيوبنا وتوفقنا لما تحب وترضاه يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، وأن تنزع الدنيا من قلوبنا وأن تجعلها في أيدينا نصرة لدينك يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفى عن ذكري الغافلون. أدلة استحباب الاحتفال بالمولد النبوي طبعناها فكل واحد ياخد له نسخة كده، وزع بس النسخ كده والباقي عايزينها يا جماعة لو فات حاجة عايزين. دي أدلة استحباب الاحتفال بالمولد النبوي علشان بس ايه اما حد يقولك ده بدعة ضلالة في النار تعرف ان في مذهب اخر بيقول انه مش بدعة ولا ضلالة ولا في النار، مذهب اخر بس وخلاص مش شرط يعني نحل الأزمة كلها. أهلاً.